السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية أريد كل الناس اللي بتشوفنا تعمل لايك، واللي بيتابعنا لأول مرة يشترك معنا بالقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعارات بكل الفيديوهات الجديدة الخاصة بالقناة. طلع اليابان دمهم خفيف جدا. الحساب اسمه اليابان بالعربي تعقيبا على خروج البسكليتات او العجلات الألمانية او الخواجات الألمانية من كأس العالم بعد فوز اليابان على اسبانيا. في حساب ألماني اسمه ألمانيا والعالم بالعربي، يعني حساب رسمي، يعني بيقول لك ايه، بيعلقوا على الهدف بتاع المانيا، بتعلق على الهدف بتاع اليابان في مرمى اسباني. بيقول لك بعيدا عن انزعاجكم من المنتخب الالماني، هل اقنعكم جواب الفيفا ان الكره لم تخرج كليا؟ ده مين اللي بيقول؟ ده المانيا اللي بتقول. والهدف الثاني لليابان في مرمى اسبانيا لا جدل عليه، هل لعبت اليابان افضل من اسبانيا ام ان اسبانيا تركت اليابان تفوز عليها بارادتها؟ بيفكروني بناس موجوده معانا هنا لما اتكلموا، الترجي فوت الماتش علشان يطيرنا. يا خواجات يا خواجات، احنا مالنا ومال الكلام ده يا خواجات؟ جايين تابكوا دلوقتي. فالحساب بتاع اليابان بالعربي جايب عمرو اديب يقول لك لا اجمد كده، لا انشف لسه، ده انت لسه مش اجمد اجمد كده. ثم برضو بالنسبة لعمرو أديب نفسه بقى، عمرو أديب في البرنامج بتاعه بيتكلم عن بالأمس، بيتكلم عن الكرة دي تحديدا، وقال لك إيه للتاريخ، بس كرة اليابان اللي جت في أسبانيا الكرة دي بره، وأنا بقول بره سلو موشن بالمسقط الرأس، الكرة دي فين؟ قال لك بره الخط. ده إجابة عمرو أديب. هو حساب برضو اليابان بالعربي جابوا لقطة من الفيلم بتاعت الفيلم شهير كابتن او الراحل سمير غانم. حد يسالني الكابتن علي كاكا يقول لي الكوره فين؟ نازلين تريقه على عمرو اديب وعلى الالمان تريقه موت. بالامس كان في احد رؤساء الانديه طلع يتكلم عن الكابتن احمد شوير بطريقه غير لائقه وتجاوز في حقه كالعاده، ومش عارفين امتى هيتم وقف هذا الاسفاف في او بشكل عام، مش بس في الوسط الرياضي، في كل المجالات يعني. فالكابتن شوير الرد اللي قاله من خلال صفحته على فيسبوك يقول لك مش هقول العبيط اهو تاني. بصراحة كده ظلم للعبيط، ظلم ايه للعبيط. النهاردة وصل 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 الكابتن أسامة نبيه، ووصل الى تدريبات نادي الزمالك. بالامس كان رئيس نادي الزمالك عمل فيديو وتحدانا، وانتوا هتبقوا شكلكم ايه يا كدابين يا بتاع، احنا مش كدابين، وهيمشي في أقرب فرصة أقرب فرصة. وامبارح قلت وأكدت هيبقى الوضع كما هو، هو علي في كل حاجة. قلت إن رحيل بابا فاسيليو مرتبط برحيل أسامة نبيه. طب بابا فاسيليو قاعد، حافظ الغربية تدخل، وكان في رجل أعمال تدخل تاني علشان يعلي الراتب أو يظبط الراتب بتاع بابا فاسيليو. ها أسامة نبيه النهاردة شكلنا إيه في إيه؟ طلعت بالأمس قلت القصة والتيت والحكاية ودول هبيدة وجمهور الزمالك، لا احنا مش هبيدة، احنا بنقول الحقيقة. أسوان فوضت أسامة نبيه، وأسامة نبيه كان مخلص كل حاجة، لكن أنت تدخلت والقصة وقفت في موضوع أسوان. بالمباراة اللي برحيل بابا فاسيلو وتدخل النادي المصري مع بابا فاسيلو، النادي المصري بعد ما اتكلم هنا بوريدا معاهم راح رافع ايده النادي المصري وبيشوف دلوقتي مدرب أجنبي تاني غير بابا فاسيلو. بابا فاسيلو هيبقى في غزل المحلة بعد ما تدخل المحافظ، اجتمع به المحافظ طارق رحمي محافظ الغربية مع بابا فاسيليو المدير الفني لغزل المحلة من أجل تسوية الخلافات التي تحول دون استمراره في تدريب الفريق. والمحافظ وجه الشكر لأحمد دياب رئيس الرابطة اللي لعب دور كبير في إنهاء الأمر. أحمد رئيس الرابطة بقى تدخل مع كامل، هنا بريدة تدخل مع كامل أبو علي، كل ده واستقرار. طب خلاص بابا فاسيليو قاعد في غزل المحلة، أسامة نبيه هيروح غزل المحلة؟ ما هيقعد بقى خلاص، القصة انتهت، القصة انتهت. لكن لو كان بابا فاسيليو مشي مفيش راحة ما بينهم وما بين فريرة، وفريرة ما بيسمعش وما بياخدش رأيه، ومش احنا اللي قلنا كده؟ ها واحنا قلنا الكلام ده، لكن ميدو أكده امبارح في البرنامج بتاعه يعني. تاني ولو أتيحت فرصة في أقرب فرصة، لو في نادي عرض عرض رسمي على أسامة نبيه، أسامة نبيه هيسيب نادي الزمالك وهيروح.
ده شو ده؟ اي مدرب عايز كده، هو ده راجل يعني عايز يشتغل يبقى رقم واحد في الفريق ده، انه طول عمره مدرب عام. ها احنا قلنا دي جات له، لكن تاني بنقول قلنا ان جات له فرصه وهيمشي، وبقول تاني وامبارح قلت هيبقى الوضع كما هو عليه. بابا فاسيليو قاعد، يبقى اسامه نبيه هيكمل في الزمالك. بابا فاسيليو مشي، هبقى اسامه نبيه هيمشي. انما النهارده شكلكم ايه؟ شكلنا ايه؟ ما الكلام اللي احنا قلناه حصل. احنا مش قلنا ان هبقى انه هيمشي اسامه نبيه، لكن في حاله بقاء بابا فاسيليو فكل حاجه هتفضل زي ما هي. لكن تاني انا بقول لك، وانت بنفسك اللي هتطلع هتقول اسامه نبيه عمل كيت وكيت وكيت وكذا 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 وكذا، بس بعد ما كل واحد يروح لحاله، بعد ما يمشي مع نهايه الموسم او قبل نهايه الموسم ده يتم رحيل فريرة، هيمشي رحيل فريرة قبل، مش تنجيم ولا بتاع، النتائج هي اللي بتقول، الأداء، الراجل خلاص. هو النادي الأهلي كان وحش السنة اللي فاتت، السنة دي النادي الأهلي واقف على رجليه، واللعيبة بدأت تفوق من حالة الإجهاد اللي كانت فيها السنة اللي فاتت، ومعانا مدرب، مدير كولر، مدير فني جاي بيعمل روتيشن للعيبة، فالأداء إن شاء الله بيتحسن، فبالتالي الزمالك هيقع، فبالتالي هيقول وهيقع. أنت هتقول بالسلامة الفريرة، أنت اللي هتطلع تقول بالسلامة الفريرة. ولما اسامه نبيه يمشي هتطلع تقول للجمهور بقى، هي الجمهور لما يطلع يقول لك انت بوظت وشتت ومشيت تيت وتربت، هتطلع تقول لا ده اسامه نبيه كان، وانا احنا قاعدين اهو، اذا ربنا سبحانه وتعالى ادانا العمر مش احنا اللي هنكذبك بقى، انت اللي هتطلع هتقول حصل كذا كذا، وهتاكد الكلام اللي احنا قلناه. بالنسبه زي ما قلت لحضراتكم، ياسر يحيى قال لك المصري ما بيتفقدش مع كارلوس كروش تدريب النادي المصري، قال لك وفي زي ما اكدت بالامس ان باتشيكو برضه في الحسابات. يعني بالنسبه لي ايضا، بالنسبه لرئيس نادي الزمالك والكلام عن حسين الشحات، حسين الشحات في اول رد بعد كلام مرتضى منصور بالامس اتكلم وجاب وحلف بالطلاق ان مفيش لا تفاوض شفوي مع حسين الشحات، وازاي اتفاوض مع واحد شتم شيكابالا؟ اولا هذا الكلام غير حقيقي، وكان يجب على رابطه الانديه واتحاد الكره يفتحوا تحقيق. حسين الشحات طلع في التلفزيون قال انا اتشتمت من شيكابالا، يعتبر شكوى للاتحاد المصري، المفروض كانوا فتحوا تحقيق، لكن لحد فتحوا لحد بتاع حسين الشحات مرتضى منصور طالب يقول له حسين الشحات شتم شيكابالا. طب بالعقل والمنطق اسال قابل اي حد في الشارع، قول حسين الشحات يشتم شيكابالا ولا شيكابالا هو اللي يشتم حسين الشحات، وشوف راي الناس هتقول لك ايه. انت بنفسك يا مرتضى منصور طلعت مليون مره وقلت شيكابالا عمل لي وعمل لي وحركه وشاور لي على منطقه حساسه وقال لي وكيت وعمل ورفع حسن شحات اشتكى من شيكابالا، كل الناس اشتكت من شيكابالا، جمهور الزمالك نفسه اشتكى من شيكابالا وتصرفات شيكابالا، وبنشوف شيكابالا في مبارياته مع النادي الاهلي. طب النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي يا سيدي بتقول وحش وبيهاجمه، يا اخي ما بيحصلش، لكن هنقول ما فرضا مثلا جدل حسن شحاته كان بيتنمر عليه لما شتمه ولما قال له اطلع، انت كنت بتتنمر عليه لما انت بنفسك طلعت قال شاور لي على منطقه حس انت من ايه؟ انت اسال هل حسين الشحات متعود انه يغلط؟ المهم حسين الشحات قال لك ايه؟ انت ما تعرفش ازاي ربنا هيغير المشهد عشانك، وازاي هيعيد ترتيب الاقدار تلبيه لنداءك ورجائك، فاستجبنا له. دي لوحدها كفيله انها تجعل من المستحيل ممكن، ومن الصعب سهلا، ومن البعيد قريبا. فابشر كده ثم ابشر، عشان ان انت لجأت لمن اذا اراد شيئا قال له كن فيكون، ونعم بالله. كلام كتير بخصوص مدرب نادي بيراميدز المدير الفني اليوناني تاكيس جونياس، وقال ان في عروض قطريه بالنسبه له، لكن هو عايز يمشي برضا نادي بيراميدز. اولا هو ما اعتقدش ان بيراميدز هيتمسك بيه لو عنده عروض، يعني النتائج بتاعته سيئه للغايه، وقال لك في شرط جزائي، لكن هو عايز يمشي بالتراضي. يعني قصه كهربا شوبير بيقول لك قصه خلصانه مع نهايه الشهر، زي ما اكدت لحضراتكم النادي الاهلي مخلص كل حاجه ومتفق مع كهربا هتاخد مستحقاتك المتاخره جزء من عقدك الجديد، وانت تصرف ادفع الباقي، فانا ماليش علاقه، انا كده خلصت وقفت سنته، حمله اعلانيه وبتاع الدنيا هتخلص يعني. وقلت الموضوع قبل ما نهايه المده بتاعته، ان هيكون النادي الاهلي او كهربا دفع الغرب، عكس اللي قاله مين؟ سيف زاهر بالامس. كولر بيقول لك لا مش عايزه ومش عارف، والاثنين شغالين على قناه واحده، والاثنين بيقدموا برنامج واحد، برنامج واحد بالتبادل خلال الاسبوع. محمد محمود لاعب النادي الاهلي اكثر من عرض مقدم ليه، لكن هو في بيفاضل حاليا بعدد من عروض. الاتحاد السكندري طالب استعاره محمد محمود اللي هيخرج بنسبه 200% زي ما قال نادر شوقي. ايضا نادي سيراميكا طالب محمد محمود. ايضا فيوتشر، لكن فيوتشر مش عايز يدفع الاسكن، هو عايز يروح نادي زي نادي فيوتشر، نادي يلعب في الكونفدراليه، يكون في احتكاك افريقي. لو ما جاش عرض مالي كويس فقدامه الاتحاد السكندري وقدامه سيراميكا.
الكابتن محمود الخطيب يعقد جلسة مع مارسيل كولر وأمير توفيق خلال الفترة المقبلة علشان يستعرضوا صفقات النادي الأهلي المطلوبة أو التدعيمات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، التدعيمات اللي محتاجها المدير الفني مارسيل كولر. بالنسبة لفرج عامر رئيس نادي سموحة، قال لك أتشرف بأن أؤكد على إذاعة جميع جلسات مجلس إدارة نادي سموحة على جميع شاشات العرض داخل نادي سموحة احتراما وتحقيقا لمبدأ الشفافية الكاملة لصالح جميع أعضاء النادي بدءا من اليوم 9:30 مساء. يا باشمهندس فرج، ركز في العمل، بلاش تركز في الشو. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، ودمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.